أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة عن مواطنة المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير. المواطن المصري بعد ثورة 25 يعني هو طبعا في نفس الخصائص اللي كانت قبل 25، لكن ظهر منها وبان انه يعني ممكن يتحمل الظلم لفترة طويلة لكن مش للأبد، انه ممكن يتحمل الخوف لفترة طويلة لكن مش للأبد، وانه يعني التغير اللي حصل له هو انه نزع عن نفسه رداء الخوف والسلبية، وانه مش مستعد يتحكم بالظلم تاني. في واقع الامر موضوع المواطنة الذي ربما تخيرت لجنة علم النفس ندوة خاصة به ومن الموضوعات الملحة التناول الأكاديمي والتناول الثقافي على ساحتنا في ظروف بلادنا الراهنة، خاصة وأن بحق نمر بمنعطف بكل التواضع لي أن أسميه وأصفه كما ربما يوافقني في ذلك كثيرون من المعنيين بالأمن الوطني أنه منعطف جد خطير. الحقيقة يعني الموضوع ده كنت بناقش فيه رئيس تحرير لوموند وسألته بالفرنساوي إيه اللي انت شايفه على لوميير دو سوكيس باس على بلاس تحرير في ضوء ما يحدث في ميدان التحرير. رد علي رد حكيم جدا، قال لي بادو فيزيو، يعني ما فيش رؤية، هذا هو حال الشعب الآن، ما فيش رؤية. الناس في الشارع يقول لك في الشارع وفي أنا يعني أعرف نبض الشارع عشان أنا بركب ميكروباص وبركب مينيباص وبركب أوتوبيس بعد ما بعت العربية بتاعتي، فأنا عارف نبض الشارع. الشارع بيقولك إحنا مش رايحين فين، والبعض بيقولك لا الوضع قبل الثورة ما كانش كده، والبعض بيقولك بعض المثقفين بيقولك ده حال الثورات في كل العالم. المواطنة واجبات وحقوق، والثورة المصرية قامت من أجل إعلاء شأن المواطن المصري، فهل ستحقق الثورة أهم أهدافها؟ وهل سيتعاون المواطنون المصريون من أجل رفع شأن الوطن؟ إنجي خالد، لنهارك سعيد.